اش قالوا في الجورنال. خوتي المغاربة السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ياسين ديلي وحلقة جديدة من اش قالوا في الجورنال ليوم 2 يناير 2024. قبل ما نبداو الا كانت هذه اول مرة كتشاهد فيها قناة ياسين ديلي ما تنساش الاشتراك في القناة، كذلك ما تنساش تفعل زر التنبيهات باش يوصلك اشعار بجديد الحلقات، ما تنساش الاعجاب بالفيديو والتعليق لابداء الرأي، ولا عجبتك الحلقة وبغيتي تشاركها مع اصدقائك في مواقع التواصل الاجتماعي فما ترددش. ونبداو باول خبر نشرته صحيفة اخبارنا اللي قالت انه الشرطة القضائية بمنطقة امن سيدي البرنوسي فتحت تحقيق موسع تحت اشراف النيابة العامة المختصة مساء الاثنين فاتح يناير، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اقدام مجموعة من المحسوبين على فصائل الالتراس المشجعين على عدم الامتثال وتعريض سلامة المواطنين وموظفي الشرطة لتهديد خطير بواسطة اسلحة بيضاء وشهب نارية. وفي القصاصة قالت انه كانت هنالك دورية للشرطة قد تدخلت لمنع اصطدام عنيف بين مجموعتين متنافستين من فصائل الالتراس المشجعين بمنطقة البرنوسي بمدينة الدار البيضاء، غير ان مجموعة منهم رفضت الامتثال وحاول احد افرادها الاعتداء على موظفي الشرطة باستعمال الشهب النارية قبل ان يتم ضبطه، ويحاول مرافقوه تعنيف عناصر الشرطة في محاولة لمقاومة عملية التوقيف، وهو الامر الذي اضطر معه ضابط امن بالمنطقة لاستعمال سلاحه الوظيفي واطلاق عدة عيارات نارية مكنت من اعادة فرض النظام بعين المكان، وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيف 9 من بينهم، كما أسفر عن إصابة 2 من المشتبه فيهم ومقدم شرطة من عناصر الدورية بشظايا عيارات نارية على مستوى أطرافهما العليا. وقالت ايضا انه تم نقل المشتبه فيهما وموظف الشرطة المصابين للمستشفى من اجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم اخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف كافة المتورطين فيها. ونمشيو لخبر نشرته صحيفة لو 360 اللي قالت انه قد تم رصد هزة ارضية بقوة 5.1 درجات على سلم ريختر ضربت جهة بني ملال خنيفرة، وقالت انه هاد الهزة الارضية شعر بها سكان جهة بني ملال خنيفرة صباح اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 بارتداد قوي تحت أقدامهم، حيث سجلت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على سلم ريختر. ووفقا لهذه المعلومات المقدمة من خدمة تتبع الزلزال عبر الانترنت، فقد كان مركز الهزة في ضواحي بني ملال على عمق 10 كيلومتر، وهذه الهزة وقعت في الساعة 8 صباحا و 37 دقيقة وتحديدا 52 ثانية بالتوقيت المحلي. ورغم أن الهزة الأرضية كانت بقوة 5.1 درجة لم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار ملموسة أو إصابات بين سكان المنطقة. وختمت المقال الخبر ديالها وقالت أنه ما زال تأثير الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المناطق بالمغرب ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023 مسيطر على عدد كبير من المواطنين، فمنذ وقوع الزلزال الذي صنف الأعنف منذ 100 عام بالمغرب في تاريخ البلاد بات تتبع مواقع رصد الزلازل أمرا روتينيا بين المغاربة، وأصبح تسجيل هزة أرضية خفيفة يثير خوفا وقلقا في نفوسهم.
ونمشيو لخبر نشرته صحيفة هاسبريس اللي قالت انه صناعة السيارات بالمغرب سجلت رقما تاريخيا واستثنائيا، وقالت انه صناعة السيارات بالمغرب تميزت بتطورات ملموسة دفعت بالقطاع نحو آفاق جديدة. واستنادا إلى المؤشرات الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف بالمغرب، فإن مبيعات قطاع السيارات كشفت عن ارتفاع بنسبة تقدر ب 30.5% ليبلغ 116.38 مليار درهم عندما تم أكتوبر 2023. ويعزى هذا التطور إلى تنامي مبيعات فرع التصنيع زائد 10.873 مليار درهم، وفرع الأسلاك الكهربائية زائد 9.641 مليار درهم، وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد بزيادة تقدر ب 1.915 مليار درهم. وتوقعات بنك المغرب قال أنه ممكن أن ترتفع هذه النسبة إلى 5.8% خلال سنة 2024، مما يعكس بالأساس مواصلة الأداء الجيد لقطاع السيارات الذي سيشهد ارتفاع مبيعاته إلى 155 مليار درهم، فضلا عن الانتعاش المرتقب لصادرات الفوسفات ومشتقاته التي سوف تبلغ 84.6 مليار درهم. ونمشيو للخبر الرياضي ومقالة نشرتها صحيفة الأيام 24 اللي قالت أنه قد خلف ظهور ياسين بونو حارس المنتخب الوطني المغربي مع وصيفة ملكة جمال لبنان في ليلة رأس السنة الميلادية حملة انتقادات واسعة بسبب ما اعتبره البعض وضعا غير ملائم في هذه الفترة المهمة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا، والتي تستدعي التركيز والبعد عن كل ما يمكن أن يؤثر على جاهزية اللاعب. وتداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لياسين بونو مع معجبات خلال احتفالات رأس السنة لتنهال التعاليق على الحدث بين منتقد ومعتبر أن الأمر عادي ويدخل في إطار حريته الشخصية ولا علاقة له بكرة القدم ووظيفته كلاعب. وقالت أنه ياسين بونو قد حقق أداء متميز خلال التصفيات السابقة كما يعتبر من بين الأسماء الرئيسية الحالية في تشكيلة المنتخب الوطني المغربي. ونختموا بالخبر الدولي، حيث كشفت وكالة الأنباء اليابانية كيودو اليوم الثلاثاء نقلا عن مسؤولين محليين أن 24 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في زلزال قوي ضرب شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان. وبحسب المصدر ذاته فقد عرفت اليابان وقوع 155 زلزالا بين أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء بلغ أقواها 7.6 درجة بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ما تسبب بأضرار كبيرة وحرائق في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكوا. وتم رفع التحذيرات من حدوث موجات تسونامي التي كانت تشمل مناطق واسعة على طول البحر اليابان صباح اليوم الثلاثاء بعد أن وصل ارتفاع أعلى موجة حوالي 1.2 متر في ميناء واجيما مساء أمس الاثنين. وبحسب صحف محلية فقد تم إرسال الآلاف من الجنود اليابانيين ورجال الإطفاء والشرطة من جميع أنحاء البلاد للمنطقة الأكثر تضررا في شبه جزيرة نوتو المعزولة نسبيا، وتعرقلت جهود الإنقاذ بسبب الأضرار الجسيمة والطرق المسدودة، واضطر أحد المطارات في المنطقة للإغلاق بسبب تشققات في مدارج المطارات، كما تم تعليق العديد من الخدمات الخاصة بالمواصلات كالقطارات والرحلات الجوية الداخلية.
والمعروف أنه اليابان تعرف باستمرار حدود زلازل بسبب وقوعها في منطقة حزام النار في المحيط الهادي التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادي. واليابان تعرضت في مارس 2011 لأحد أسوأ الكوارث في العصر الحديث، إذ ضرب زلزال بقوة 9 درجات السواحل الشمالية الشرقية لليابان، نتجت عنه موجات مد تسونامي كبيرة وأودت بحياة 18500 شخص بين قتيل ومفقود. كان هذا آخر خبر معنا لحلقة هذا اليوم، على أمل أنها تنال إعجاب ديالكم. إذا كانت هذه أول مرة كتشاهد فيها قناة ياسين دايلي، ما تنساش الاشتراك في القناة، كذلك ما تنساش التعليق لإبداء الرأي. وإلا عجبتك الحلقة وبغيتي تشاركها مع أصدقائك مواقع التواصل الاجتماعي فما ترددش عليه. ونشوفكم على خير. أش قالوا في الجورنال؟